اهلا بحضراتكم. من تبقى خارج مخدرات كرة القدم؟ وكرة القدم هي اعظم مخدرات. انا مسميها الكوكا. الكوكا ده نبات بيتزرع كده عشان يطلع منه الكوكايين. فالناس اللي جوه الاستاد زمانها واخده كوكا على اعلى مستويات، والناس اللي بره الاستاد برضو ثلاث ارباعهم اكيد واخد كوكا دلوقتي. من تبقى خارج الكوكا؟ خلينا اقول لكم انه في 5 يوليو اللي فات فوجئ المصريين بزياده في اسعار البنزين والمنتجات النفطيه في مصر للمره الخامسه من سنه 2014. ويبقى السؤال بقى، كيف هيئ السيسي المسرح لارتفاع للمجزره؟ قرار زي ده يا عم مؤمن مش لازم يكون قرار كده عادي، ده لازم يكون قرار محتاج تهيئه مسرح. يعني واحد ابوه مات، هتخش هيئه تقول ابوك مات؟ مش معقول. واحد عنده كارثه مصيبه، صعب تقول له كده على طول، لازم تهيئ المسرح وتاخد الجو كده. السيسي هيئ المسرح عشان يطبق القرار ده بالطريقه دي. ابرزهم العليمي: الداخليه تعلن اسماء خليه خطه الامل الاخوانيه. كشفت وزاره الداخليه عن اسماء عدد من المتهمين في مخطط الامل الارهابي اللي بتديره جماعه الاخوان بهدف اسقاط الدوله. شبه جماعه الاخوان بتدير مخطط، مش دي المشكله. المشكله المخطط في مين بقى؟ مصطفى عبد المعز عبد الستار، اسامه عبد العال، احمد عبد الجليل حسين، عمر محمد شريف، مصطفى الشنيطي، حسام مؤنس، محمد سعد، زياد عبد الحميد زكي العليمي اللي هو زياد العليمي، حسن محمد حسن. ايه علاقه دول بالاخوان بقى؟ مش اي علاقه، ده واحد اتنين ماركسيين، واحد مش عارف ناصري، واحد يعني مفيش اي علاقه. بس هو القبض على اي الناس دي كانت بتجتمع فعلا عشان ترتب الانتخابات البرلمان اللي جاي. فالسيسي عشان يهيئ المسرح للقرار المجزره اللي حصل ده، اللي هنعرف هو قد ايه قرار ذبح للمصريين، على طول قبض على خليه سماها خليه الامل، وتم التحفظ على اموال متهمي خليه الامل ومنعهم من السفر لصدور القرار، واتحبس الراجل ده او اتحبس اغلبهم يعني. وانا فوجئت، واحد صاحبي الحقيقه بعت لي التسجيل ده يا علي، انا ما بعتهولكش يا علي. التسجيل ده من الاذاعه الحقيقه، يعني من الاذاعه المصريه. وكشفت معلومات الامن الوطني ابعاد هذا المخطط، والذي يرتكز على انشاء مسارات للتدفقات النقديه الوارده من الخارج بطرق غير شرعيه. ده في الاذاعه. تعاوني بين جماعه الاخوان الارهابيه والعناصر الاثاريه الهاربه ببعض الدول المعاديه للعمل على تمويل التحركات المناهضه بالبلاد للقيام باعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدوله في توقيتات الدعوات الاعلاميه التحريضيه. ده في الراديو في العربيه. العناصر الاثاريه عبر وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائيه التي تبث من الخارج. وتم تحديد ابرز العناصر الهاربه خارج البلاد والقائمه على تنفيذ المخطط، وهم كل من القيادي الاخواني محمود حسين وعلي بطيق، والاعلاميين الاثاريين معتز مطر ومحمد ناصر المحكوم عليه الهارب وايمن نور. وتم واحد صاحبي قاعد مشغل الراديو بتاع العربيه، استلقيت له المذيعه قالت البيان ده بقى، شفت الحاجات. فالدوله كلها شهيصت بما يسمى بخليه الامل، مش بس في الجرايد ده ولا في التلفزيون، ده في الراديو في العربيات. تنظيم الاخوان الدولي يلجا لاجهزه امنيه دوليه للافراج عن متهمي تنظيم خليه الامل. ام كلثوم بتغني اغنيه انا بالامل، كانوا قبضوا عليها دلوقتي خلاص. فتم الحقيقه تهيئه المسرح، لان السيسي كان نازل بالكارت التقيل، والكارت التقيل محتاج قبضه امنيه ناشفه، محتاج يقبض على كل الناس اللي ممكن تبمبك وتتكلم لما ينزل القرار ده. اذا قصه خليه الامل دي كان الهدف منها العصا الغليظه عشان اي حد يساري شيوعي ملحد هيضموه على الاخوان، ويبقى دي خليه بقى يسمى بالامل، والعناصر الاثاريه بقى خلاص بيطلق عليه دلوقتي انا والزميل معتز مطر العناصر الاثاريه، لقب جديد جدا في حياتي عمري ما سمعته. اسمع عن ارهابي، عن خاين، انما اثاري دي يعني لقب. علاء الاسواني بيقول حاجه بالمعنى ده، بيقول
الحقيقة التي يعرفها الجميع أن زياد العليمي وحسام مؤنس والمتهمين في قضية الأمل لا علاقة لهم من قريب أو من بعيد بالإخوان المسلمين. القضية ملفقة ومهلهلة، والغرض منها الانتقام من شباب الثورة وإشاعة الرعب حتى يمتنع المصريون عن أي عمل سياسي معارض. كل هذا القمع لن يمنع النهاية ولن يؤجلها. طيب هو كده عمل إيه بقى الحقيقة؟ عمل القبضة الأمنية، قبض على خلية سماها الأمل، وقبض على كل خلق الله، حطهم على أنهم إخوان، بحيث أن اضرب المربوط يخاف السايب، لأن الكارت نازل بقى، القرار نازل يوم الجمعة، فيقبض عليهم يوم الثلاث ويعمل شهيصة كده، والراديو والتلفزيون والجرايد وكلام بقى، والأمل، وكانوا بيعملوا حاجة كبيرة. في نفس الوقت هو يلجأ بعد ما زود البنزين برضو لنفس العصا الغليظة. بص، رجال الأمن الداخلية هم في محطات البنزين وفي المواقف الشعبية المرور أهو. بص، نزل بقى الداخلية بحيث انه في القرى هو في المدن وفي اي حتة رجال الداخلية ينزلوا يفرضوا بالقانون. بص بقى الغرض من ده، اذبح القطة للمصريين. فالسيسي عمل بخلية الامل بنفس النظام القديم، اذبح القطة ليلة دخلتها، فذبح القطة للمصريين، ولما طبق القرار نزل الناس كده. باقي بقى ايه؟ باقي الكوكا. ما ديك شفت انت العصاية الغليظة اهو، ذبح القطة بما يسمى بخلية الأمل، ده تهيئة المسرح. طيب ما الناس مش هتعيش على الناشف كده برضو. هو اختار موعد لأن القرار ده ينزل، الميعاد ده اختاروه المخابرات، اختاروه ليلة الجمعة، مش هلا بالخميس، هلا بالجمعة. ليلة الجمعة الناس أصلا ما بتخرجش كتير، يعني مش فيش ناس كثافة العمل، الناس رايحة جاية. فالسبت الماتش النهاردة اللي حضرتك ولادك دلوقتي على القهاوي شايفينه، او الناس كلها مجمعه حواليه، او دلوقتي البرنامج مش بيتشاف بكثافته لان الناس بتتفرج على الماتشات، وغالبا البيوت المصريه فيها تلفزيون واحد في المتوسط، فما فيش ام او اب او زوجه هتقول لجوزها، او زوجه يقول لمراته يعني، او زوجه سوري انا عايز اتفرج على البرنامج، لانه مؤكد ان ما كانش على القهوه، لان المشروع على القهوه دلوقتي ب 35 جنيه فهيقعد يشوفه في البيت. ده غير ان في البيوت كمان مفيش التايم سبورت دي، صح يا علي؟ يعني لازم يجيب الجزيرة أو يجيب حاجة تانية يعني. فيفرض بقى اختار الميعاد بعينيا إنه في ماتش كورة، وده اللي حصل دلوقتي. تلات أرباع المصريين إن لم يكن كلهم مستنيين نتيجة ماتش مصر وجنوب أفريقيا اللي بيتلعب دلوقتي، ودلوقتي نسبة الأدرينالين دي عالية جدا في الدم وفي المخ، والناس غفلانة تماما عن اللي حصل، عن البنزين وتداعيات اثاره. اهو على طول خمس معلومات عن مباراه مصر وجنوب افريقيا الليله. بص الليله ما حصلش حاجه يعني، ما هو هو الراجل اختار يوم ليله الجمعه عشان الناس تقعد تهري في الماتش، وبعدين الساعه 2 الظهر والساعه 5 العصر تبتدي بقى استوديوهات تحليليه يقعدوا يفتوا في الماتش، والعيال قاعده تبقى مرتبكه، ويا رب النصر لمصر والحاجات دي، وهو ناسي خالص ان رجله اتقطعت تماما. فده اختيار الحقيقة كان مش بس كده، وطلع السيسي كده بلقطة، السيسي وجه دعوة لأسر الشهداء، حنين قوي، حنين حنين، الله ياخدك يا شيخ، والله حنين قوي، لأنه عارف أن أسر الشهداء ما تقدرش تجيب تذكرة بتاع ده اسمه ايه الماتش، فهو دعاهم. بس هو مين الشهداء؟ ودعا كم أسرة؟ ده أسر الشهداء في مصر تملى استادين زي القاهرة، يعني والله العظيم لو فتحوا كلمة أسر الشهداء هتملى استادين زي استاد القاهرة. الاستاد القاهرة بياخد حوالي 50 من 50 ل 70 ألف تقريبا، يعني عايزين استاد كمان فوقيهم عشان أسر الشهداء. بس شفت بقى، ويبقى السؤال، لماذا فاجأت الحكومة أو النظام السيساوي المواطنين برفع عصا؟ ده بقى التكنيك بتاعهم طول الوقت. فاكر انت في العيد الصغير أو في أحد الأعياد لما رفعوا برضو كان يوم الخميس والمواطن نفس القصة، وسموه بالخميس الحزين، نفس القصة، هم بيختاروا وقت يرفعوا بيه البنزين، الوقت ده يكون ايه؟ دخلة عيد، دخلة رمضان، اي حاجة، المهم الناس ايه تتشعيص فيها كده زي الماتشات كده. وبعدين التكنيك التاني بقى انهم ينفوا، اهو البترول تنفي اسعار، ده الكلام ده كان في يونيو في شهر 6، البترول تنفي ارتفاع أسعار الوقود، ده في شهر 6. هي دي اللعبة بقى، اللعبة إنه الأول ينفي
احنا نقول ان في رفع اسعار، هم ينفوا ان في رفع اسعار، وبعدين يرفعوا الاسعار في وقت المصريين فيه مش واخدين بالهم، عيد، ماتش كوره، هكذا. شوف بقى المانشيتات بتاعتهم اهو، اللي هو كان قال لكم السيسي اصبروا معايا في ديسمبر 2014 سنتين، في نوفمبر 2015 السيسي ازمه الاسعار لازم تنتهي، السيسي بعد كده قال لك 6 شهور هتلاقوا الامور افضل، ده في ديسمبر 2016. يعني اول ما شفت وش البومه الغراب طلع قال اصبروا معايا سنتين واطمئنوا. ف 2015 بعدها بسنه، بعدها بسنه بالظبط تقريبا، ازمه الاسعار، ارتفاع الاسعار هتنتهي خلال الشهر. في ديسمبر 2016 بعدها بسنه قال لك استنوا معايا 6 شهور. النتيجه ان الناس صدقت كتير جدا، فكانت النتيجه الحقيقه زي ما انتم شايفين كده، في 5 سنوات ده معدل ارتفاع الزيادات في الوقود زي ما هتشوف في الانفوجراف ده. تعال نشوف رأي الناس الحقيقة، يعني الناس ولعت، الناس يعني اتضايقت جدا، الناس خلاص يعني. لكن في 5 سنين الدعم كان لا ينتهي، يعني كان في مشكلة، الأسعار في 5 سنين زادت 700%، 700 الوقود. تعال نشوف رأي الناس في الشارع عن زيادة الوقود، الناس بتقول ايه كده. هيفيدني بإيه؟ غلى البنزين هيفيدني بإيه؟ غلى الجاز هيفيدني بإيه؟ وإيه اللي غلاه؟ إيه اللي غلاه؟ اللي بيخلي الحاجة تغلى منين؟ مش مننا احنا، مش من الشعب، مش من الغلبان، ما احنا اللي بندفع الثمن. ايه اللي عاد علينا؟ مفيش حاجة عادت علينا غير الفقر والقهر بس، ولا لاقين ناكل ولا لاقين نلبس ولا لاقين نعلم عيالنا. بنروح المستشفى دلوقتي عشان نخش اكشف على بنت الصغير يقول لي 150 جنيه كشف، المستشفى الحكومي مستشفى ناصر العمومي يقول لك اصبروا اصبروا. نصبر لغاية امتى؟ لغاية ما نموت ولا نستنى الثلاث اجيال؟ احنا الجيل الاولاني لسه فاضل جيلين. صحيح انت هتغلي البنزين دلوقتي غليته جنيه وربع، ما كل حاجه غليت. النقله بتاعت البطيخ لما تيجي ببلطين دلوقتي مثلا ب 1000 جنيه 1200 و 1300 300 جنيه زياده. بص بقى للجنيه وربع ونص جنيه بتاع الصواني بتاعت الميكروباص، وما بتبصوش على الغلابه بس ده. كل حاجه هو فكر ان هو غلى البنزين، كل حاجه ما غليتش، كل حاجه يا باشا غليت. يعني انا مثلا النهارده لما بروح اشتري حاجه، ما الحاجه دي بتتنقل، لو انا بجيبها النهارده بجنيه ما هتبقى بجنيه وربع، بجنيه ونص، بدل ما بجيب كيلو اجيب كيلو وربع، اجيب نص اجيب ربع. انت فاهمني؟ يعني انا راح اجيب كيلو رز، لا مش اجيب كيلو، اجيب كيلو وربع، اجيب نص اجيب ربع، ممكن ما اجيبش خالص. السولر والبنزين كل حاجه بتتاثر بيه، حتى اللبس اللي احنا بنلبسه. كروباز الصبح كنت بدفع 3 جنيه اللي هو ايه من عند المؤسسه لمبابه، وانا راجعه قالوا 3.5 عشان البنزين غالي. على المعيشه كلها بتاعت الناس كلها، على المواطن. طب هي زيادة في ايه؟ ما كل الزيادة كل على العالم، على الجمهور. محتاجين حاجة نخش في ضرائب، نخش في أي حاجة غير الوقود، لأن الوقود ديت بتأثر على الموظف اللي هو زي حالاتي، في المواصلات، في الخضار. الحقيقة إنه ببساطة شديدة جدا المواطن اللي بيتكلم مش فاهم الدعم اللي اتشال من البنزين اللي كان 89 مليار جنيه راح فين؟ ودي لازم يا مؤمن تفهم المواطن، يا مواطن افهم الدعم ده اتشرح فين. بص بقى الدعم في موازنة 2019-20 الدعم زاد على السلع التموينية بقت 2 مليار جنيه، يعني زاد 3%، وزاد في تنشيط الصادرات بقت 2 مليار جنيه، يعني زاد 50%. يعني بص الدعم راح فين، احنا ما حطيناش الدعم في جيوبنا. زاد في المزايا الاجتماعية، كمل زاد فين، بقى 15 مليار جنيه المزايا الاجتماعيه. زاد في منح لجهات الحكومه العامه بقى 6 مليار جنيه.
80%. زاد في احتياطات عامه، يعني سوري يعني احتياطات عامه دي مش مشكله، اوعى تسالني عشان انا هتحرج لو قلت لك يعني ما اعرفش احتياطات عامه، بس زاد اهو اهو، وفي الدايره دي ممنوع المرور. اوكي تعال بقى نشوف بقى نقص فين الدعم. اطلع يا علي من جديد. نقص الدعم بقى 36 مليار جنيه، نقص 40% على المواد البتروليه. نقص على المزارعين 500 مليون جنيه، نقص 47%. نقص على الكهرباء، بس خدنا من الكهرباء 12 مليار جنيه اللي هم 75%. نقص على التامين الاجتماعي والادويه، خدنا من التامين الاجتماعي دول والصحي قصدي 244 مليون جنيه، يعني 6%. القروض الميسره 100 مليون، يعني نقصنا منها 20% بس. باقي بنود الدعم 2 مليار جنيه. عرفت زاد فين وناقص فين والحاجات دي؟ عرفت بقى؟ دي ابرز البنود. لكن الحقيقه انت لسه هتعرف معانا دلوقتي الكارثه، الكابوس. مصر دخلت كابوس، مصر بلا مبالغه الان دخلت كابوس، لكن الشعب انا اعتقد مش هيسكت، وعندي امل ان الشعب خلاص يعني فاض بيه على الاخر. وده مش رايي، ده راي الدكتور حسن نفع، بيقول الرهان على صبر الشعب ليس في محله، وقد يكون رهانا خاسرا في النهاية، خاصة حين يقترن الرفع المتكرر للأسعار بعدم العدالة في التوزيع وبتحميل الطبقات الأكثر فقرا العبء الأكبر من التضحيات والإنفاق المبالغ فيه على المظاهر والفشخرة الكذابة. متى تدرك الحكومة أن للصبر حدود؟ أستاذ حسن، دكتور حسن وهو أستاذ علوم سياسية، متى يدرك النظام حكومة إيه؟ ودي حكومة؟ دول سكرتارية. لكن ده اللي قاله. طيب انت كنت محتاج الحقيقة كمواطن الصحافة، هنا كان دور الصحافة مهم جدا. وقال في كتاب صدر لمونتسكيو سنة 1748، شوف من كم سنة، كم سنة يعني. 1748 كتاب اسمه روح الشرائع، هو اسمه كده بس، او روح القوانين. وفي حدوته ورا الكتاب ده نبقى يجي وقت نحكيها لكم. في الكتاب ده الراجل قال ان الدول بتقسم الى اربع سلطات: السلطه التنفيذيه والسلطه القضائيه والسلطه التشريعيه، وان كل سلطه من دول يعني منفصله تماما عن بعضها. ما ينفعش السلطه التنفيذيه تخش على السلطه القضائيه وتختار القضاه زي ما السيسي بيعمل، ما ينفعش السلطة التشريعية اللي هي البرلمان السيسي يختاره، لازم يبقى لوحده الشعب هو اللي بيختاره. طب إذا الثلاث سلطات دول بقى حبوا يماينوا مع بعض كده ويعيشوا الفساد، قال إيه بقى الراجل ده اللي مات سنة 1750، شوف من كام سنة، قال عشان كده تيجي سلطة رابعة اسمها السلطة أو سلطة الإعلام، الصحافة. الصحافة سلطة رابعة، الصحافة مهمتها انها تراقب اداء الثلاث سلطات اللي قبلها. تعال بقى اتفرج على الصحافه في مصر من ساعه ما جاء عبد الناصر، والصحافه في مصر الحقيقه اتقتلت. عبد الناصر اطلق عليها الرصاص، اطلق عليها النار. ده مش رايي خالص عشان ما تزعلش مني، ده الاستاذه صفيه مصطفى امين كاتبه مقال في المصر اليوم اول امبارح او امبارح، يعني غالبا اول امبارح، يعني مقال ولا اروع، بتتكلم فيه ببساطه عن ازمه الصحف القوميه. وبتقول الاستاذه صفيه مصطفى امين ان ازمه الصحف القوميه بقى لها سنين بيحاولوا يحلوا فيها مش تتحل. ليه يا استاذه صفيه؟ قالت زي ما قال الاستاذ سلامه احمد سلامه من 20 سنه ان ازمه الصحف دي انها بقت بوق للحاكم، وزي ما الاستاذه امينه النقاش قالت زمان قوي ان عبد الناصر اخطا لما امم الصحافه دي في سنه 60. ده كلام الاستاذه صفيه مش كلام محمد ناصر. نسمع مدام صفيه قالت ايه كده، ده جزء من المقال. قالت خطوه تاميم الصحافه التي قام بها الرئيس عبد الناصر كانت غلطه لا تغتفر، واجمع كل الصحفيين في ذلك الوقت على ان التاميم قضى على الصحافه. ده مش رايها هي، ده هي بتنقل راي امينه السعيد في المقال. بتقول الأستاذة أمينة السعيد كان أمينة النقاش، قصدي أنا آسف مش أمينة السعيد، أمينة النقاش كان رأيها إن عبد الناصر أخطأ وقضى على الصحافة.
وبتقول الأستاذة صفية رأيها إن الصحافة ضحكوا علينا لما قالوا إنها اتأممت عشان تبقى صوت الشعب للحاكم فأصبحت صوت الحاكم للشعب، وإن الحقيقة الصحافة دي غطت على كل تقارير الفساد اللي وصلت في مصر من ساعة ما تأممت سنة 60 لحد دلوقتي. طب إيه المحتاجين يا أستاذة صفية؟ قالت الأستاذة صفية بعد كده، قالت بالظبط كده: الحل الوحيد لأزمة الصحافة القومية أن يلغى التأميم وأن تصبح الصحف شركات مساهمة يساهم فيها أفراد الشعب والمحررون والموظفون والعمال. السؤال بقى يا أستاذ صفية، هو طبعا مقال ولا أروع ولازم هنرجع له تاني في حلقة تانية يمكن بكرة، مقال بتاع صفية مصطفى أمين مقال رائع جدا، والست كاتباه الحقيقة لأنها صحفية قديمة فكاتبة مأساة حل، خلاص مفيش حل للصحف دي غير انها ترجع تبقى اسمها شركات مساهمة. طيب تمام، السؤال يعني لما تبقى أخبار اليوم والجمهورية والحاجات دي شركات مساهمة هتتحل مشكلة الصحافة؟ طب أستاذة صفية اليوم السابع أصلا شركة مساهمة، أستاذة صفية السي بي سي أصلا شركة مساهمة، أستاذة صفية صوت البلد أصلا شركة مساهمة. هل ده منعهم من الطبل والتعريض للنظام وانهم اصبحوا صوت النظام؟ لو ما تعرفيش يا استاذه صفيه نعرض لك اليوم السابع وهو بيتكلم على او اعلاميين السيسي كلهم قصدي هم بيتكلموا على رفع اسعار البنزين. استاذه صفيه ده من محطه اسمها ام بي سي مصر يعني قطاع خاص، وصوت اسمها ايه وسط صدى البلد قطاع خاص، سي بي سي قطاع خاص يعني مش صحف قوميه ولا دي قناه، مش القناه الثالثه ولا الرابعه. فهل الحل يا استاذه صفيه زي ما بتقولي كده؟ اسمعي كده، اعلاميين السيسي برروا الايه او قالوا ايه علينا دول؟ قالوا ايه؟ لا قصدي قالوا ايه هم على زياده اسمعي كده. انا مستغرب ان كل الناس يقول لك ايه ده هم رفعوا، مش مفاجاه يعني، ارجوكوا بلاش حد يقول لي انه اتفاجئ. احنا عارفين الخطه من سنين، يعني من سنين انه كل سنه في شريحه من الشرايح وان دي الشريحه الاخيره، انه هو الموضوع صعب بس ازاي تستحمله، ايه هي الاجراءات اللي احنا نقدر نعملها من شانها انها تخلي هذا الامر رغم قسوته انما يكون محتمل. في بلد فيها 100 مليون ياكلوا ويشربوا ويعيشوا، وحضرتك عايزني ادعم 5 عربيات؟ طب انا عندي اسره فيها 5 أفراد أو 6 أو 10، الستة أو العشرة دول ما عندهمش عربيات، ما عندهمش أي حاجة، ما عندهمش أي حاجة، خلي بالكم ولا حاجة. هل دول أسيبهم يموتوا؟ هل دول أسيبهم يعانوا؟ ولا لازم أتحرك؟ طب أتحرك إزاي؟ وإحنا بالمناسبة البلد من الأول ما فيش حاجة مؤجلة، آخر شريحة القادمة، هذه الشريحة الأخيرة في ترشيد دعم المواد البترولية. طبعا بنتمنى أن تكون دي يعني آخر مرة ترتفع فيها الأسعار، طبعا لسه أتمنى أن احنا بالفعل في الفترة القادمة نجد مزيد من الإجراءات المتعلقة بالحماية الاجتماعية. المواطن المصري بالتأكيد تعب من غلاء المعيشة، النهاردة بمجرد الإعلان عن رفع الأسعار ارتفعت أسعار المواصلات تقريبا للضعف وهلم جرا. كل المطلوب الآن هو ضبط السوق وإعمال آليات المراقبة على السلع ومحاسبة من يتجاوز. كمان مطلوب نزود زي ما بقول خطوات الحماية الاجتماعية الحقيقة يا أستاذ صفية مصطفى أمين تحياتي وتقديري لحضرتك، بدل ما الإعلام ده يقوم بدوره في انه يكشف فساد السيسي وعصابه السيسي، بدل ما الاعلام ده يقف للسيسي كده ويبقى صوت الشعب اللي بيعاني، هذا الاعلام تحول الى تطبيل لاجراءات السيسي. فيا استاذه صفيه كونهم يخلوا الاعلام شركات مساهمه مش ده الحل، مش ده الموضوع يا استاذه صفيه، وحضرتك ذكيه عن كده جدا. الحل دوله حريه فعلا، دوله كده زي امريكا الصحافة فيها بتشعل الرئيس الأمريكي، أو زي أي دولة يعني، بلاش أمريكا عشان ده نموذج صعب قوي، زي أي دولة محترمة
الصحافة يا أستاذة صفية ما بتتحلش بأنها تبقى اسمه إيه ده شركات مساهمة، إنما تتحل بأن الصحافة فعلا ما ينفعش يبقى رئيس أو قصدي نقيب الصحفيين أم نجي اسمه ضياء رشوان، أو موظف عرة اسمه عبد المحسن سلامة، أو رؤساء تحرير عرة بيروحوا يطبلوا زي رس الرز. حتى لو الصحافة تأممت قصدي لو بقت شركات مساهمة مش هتتحل كده. الصحفيين يا أستاذ صفية بيتسحبوا على السجون زي ما حضرتك عارفة، المواقع الإخبارية اللي هي البديل الصحافة دلوقتي بتتقفل، الصحفيين بيتملوا. الصحافة يا أستاذ صفية تحولت إلى نشرة واحدة بطبعات مختلفة. على كل حال مش بس في التلفزيونات، ده في اليوم السابع اللي هو شركة مساهمة، بدل ما يقول للناس ازاي غليتوا الاسعار اللي هتغلي البنزين اللي هيغلي كل الاسعار، طلعوا يقول يدافعوا عن القرار بالتزوير، يقولوا هل تعلم سر لتر البنزين في فرنسا 3 أضعاف مصر؟ عارف كده؟ عارف ليه؟ لان لتر البنزين في فرنسا بواحد يورو و54 سنت، او يعني السنت سنت ده للدولار. السعر الادنى كان 1.47 يورو. طيب ما وسجل السعر الاعلى لتر البنزين 1.60 يورو في شهر مايو الماضي، وبلغ 1 يورو. ويلخبطك بقى في الوقت، وبعدين اليورو بكام بقى في مصر؟ حسبها انت يا مؤمن. اه طبعا اليورو في مصر غالي قوي بصراحه، يعني سعر لتر البنزين في فرنسا يساوي 5 أضعاف سعره في مصر. ال 95 بقى ب 9 جنيه. اليورو بكام يا معلم؟ اليورو بكام؟ ب 21، ب 17، 19. طب شوف بقى لو انت هتحط باليورو، اليورو ب 19، يورو 34، يعني حاجات خش في حساب كبير جدا انا ما اعرفهاش الحقيقه. لكن ما علينا، الحقيقه ده تزوير، لان الحقيقه بقى بص هيثم الحريري البرلماني طالع قال ايه. طب اذا كان سعر اللتر بواحد يورو كذا، هل تعلم ان الحد الادنى للاجور في فرنسا 1300 يورو، يعني يساوي 26,000 جنيه مصري تقريبا، وان الحد الادنى للاجور في مصر اصبح 2000 جنيه مصري. الحد الادنى للاجور في فرنسا 13 ضعف الحد الادنى للاجور في مصر. بس من غير بقى ما نخش في حزبة بيرما وايه اللي يا استاذ صفيه، ده اليوم السابع مش الجمهوريه ولا الاخبار، بيقول لك عارف ان سعر اللتر البنزين في فرنسا اغلى من مصر 5 أضعاف. هو ناسي خالص بقيه المعادله، ان سعر ان الحد الادنى للاجور 1300 يورو، يعني زي ما قال الراجل 13 ضعف. مش ده بس الحقيقه، القصه كمان انهم، وده انا لفت نظر زمايلي، حد من اصدقائي الحقيقه محترم جدا وانا بحييه دلوقتي على الهوا، قال لي تصدق انهم سابوا رفع سعر البنزين ومسكوا في اردوغان. فانا يوم الجمعه او يوم الجمعه او الخميس حطيت على حسابي على تويتر وعلى الفيس صورتين، صوره للكلام عن غلاء الاسعار في مصر انه ترشيد، والكلام اللي قالوه عن اردوغان يزيد معاناه الشعب التركي. الحقيقه انا ده موجود عندي على حسابي على تويتر وعلى الفيس. بص بقى، اردوغان يعاقب شعبه زياده في اسعار الكهرباء بعد خساره حزبه في اسطنبول. ده يوم الجمعه 28 يونيو. يوم الاربعاء 12 يونيو 2019 بيقولوا احمد موسى زياده الكهرباء في مصلحه المواطن. يعني في مصر زياده اسعار الكهرباء، لا هات الثانيه اوضح كمان، هات الثانيه يا علي. يعني في مصر زياده البنزين ترشيد، بس في تركيا اهو. شوف بقى اليوم السابع بالفيديو، لازم نفهم اسباب ترشيد دعم المواد البتروليه والطبقات المستفيده. في تركيا بقى اردوغان يزيد معاناه الاتراك، رفع سعر لتر السولار ليصل الى 6.62 52. كذاب يا خيشه، كذاب قوي. يعني ده طبعا مش حقيقي، لان سعر البنزين هنا مرتبط فعلا بالسعر العالمي، وانت اي بنزينه هنا، وان شاء الله نبقى نعمل لكم اسمها ايه دي تقرير مصور، اي بنزينه هنا فيها لوحه كده بيبقى بورصه، يعني الاسعار مالهاش دعوه بالدوله، مالهاش دعوه بيها، الاسعار تلاقيها عماله تتخفض وتطلع وتنزل، وكل فئه يعني الجاز لوحده البنزين لوحده كده.
فانت وانت ماشي في اي بنزينه لازم اي بنزينه عليها لوحه الكترونيه زي بتاعه العمله كده وبيتغير عليها السعر من آن لاخر او من يوم لاخر الى اخره يعني حسب السعر. فالاردوغان غلى ولا اي حوالي دعوه بالقصه دي اصلا خالص. طول ما انت ماشي كده كان باتنين بقى بثلاثة بالليل، الصبح كان مش عارف بخمسة دلوقتي بقى باربعة كده. هو بقى راح قال لك اردوغان يزيد معاناة شعبه، بينما نفس غلاء الاسعار عندنا في نفس المنتج بقى ترشيد. هو ده يا استاذ صفية الاعلام، وده قطاع خاص، دي شركة مساهمة. نشوف الاستاذ محمد امين كمان لقى فرصة انه يدافع في مقال في المصري اليوم. بالمناسبة صلاح دياب مقلعينه ملط، والله العظيم مقلعينه ملط، انا مش شمتان فيه خالص، بس صلاح دياب ده الحقيقة بعد ما جابوه من جنب مراته في الفجر لما قبضوا عليه في مرة في فيلته من يومين، امبارح غالبا، امبارح صلاح دياب عنده حتة اسمها في طريق الصحراوي سانسيت هيلز، منتجع كده الناس بتسكن فيه يعني، وليا ناس ساكنة فيه اصدقاء يعني، وحاجة خرافية، حاجة شغل المعلم لابنه، حاجة جامدة جدا، اكسرا يعني، يعني كان دايما كده اكسرا. المهم يعني قالوا له طبعا، هو صلاح دياب نصب في القصة دي يعني، خد القطعة الارض دي خدها استصلاح اراضي يعمل بها زراعة، قلبها منتجع زي الريف الاوروبي كده برضو او الطريق الصحراوي. المهم قالوا له بص يا معلم بقى، انت عليك مليار جنيه تدفعهم للسانسيت هيلز دي، يعني يعني عندك مشكله بمليار جنيه في القصه دي. فقال لهم انا ممكن ادفع لكم 200 مليون وخدوا بالباقي فيلات، زي خد بالباقي كده البان. فالدوله هو عرض على الدوله للتصالح 200 مليون كاش وما يعادل 800 مليون فيلل. فصلاح دياب الحقيقه دلوقتي يعني معلقينه ومانعينه من السفر. صلاح دياب عنده جورنال او مساهم في جورنال المصري اليوم، ده حسب معلوماتي يا استاذه صفيه. في المصري اليوم ده بيه كاتب اسمه محمد امين، بدل ما يهاجم النظام السيساوي على انه طبق زياده الاسعار بالشكل القوي ده وان الدوله بتتفشخر، بدا يلمح على ان المشكله هتبقى في التجار مش في القرار. نسمع كده جزء من المقال ده. توجيهات لا تكفي. محمد امين، المصري اليوم. رفعت الحكومة أسعار الوقود وهي الشريحة الأخيرة للدعم، وكده نبقى حبايب. اختارت الحكومة يوم الجمعة والناس نيام، وبدأت عملية الصب في المصلحة كما يقولون، والخوف كل الخوف من زيادات في أسعار جميع السلع كما هي العادة، إلا أن الحكومة أصدرت توجيها بألا تكون الزيادة مرهقة للمواطنين بأي حال. وأظن أن هذه التوجيهات لا تكفي أبداً، فالتجار لن يرتدعوا لأن الحكومة تطالبهم بمنع المغالاة. على كل حال يعني بدل الأستاذ محمد أمين يا أستاذ صفية ما يناقش النظام ده في فرضه للضريبة دي أو لرفع الأسعار، الراجل الحقيقة على طول بيتهم الحكومة بأنها لازم تاخد بالها من التجار، لأن التجار دول ولاد كلب جشعين، يعني ساب الحمار مش لا مؤاخذه مسك في البردعه لا مؤاخذه للتجار. طب والتاجر يعمل ايه؟ عشان الاستاذ الدكتور مصطفى الشاهين الحقيقه كاتب بوست عن رفع اسعار الوقود لازم نقراه، لان الاستاذ مصطفى الشاهين مش معانا دلوقتي. بيقول فيه قامت الحكومه برفع اسعار الوقود بنسبه تتراوح من 15 ل 30 حسب انواع المختلفه من انواع الوقود، وكانت الحكومه قد المحت انها ستبدا باليه التسعير التلقائي للمشتقات البتروليه لربط اسعار الوقود بالاسعار الدوليه من خلال معادله حسابيه تضمن سعر الوقود محولا بسعر الصرف مضافا اليه مصاريف التشغيل وارباح مقدم السلعه. ومن البديهي ان زياده اسعار الوقود ستؤدي الى الاثار التاليه. ايه بقى الاثار يا دكتور مصطفى؟ اولا الاثار الايجابيه للحكومه انها لغت الدعم بالكامل عن الوقود، وده بيمثل 10 من 15% من النفقات العامه. ومن المفترض انه لما يقلل البند ده من الموازنه انه يقلل عجز الدوله الموازنه يعني، ويوفر النفقات يمكن ان توجه الى بنود زياده الاجور، تحسين مستوى المعيشه، زياده المدفوعات التحويليه للفقراء. لكن في المقابل في اثار سلبيه. اولا رفع اسعار الوقود سيجر من وراءه ارتفاع في اسعار اغلب السلع الى اخره يعني،
ووزير اسعار المواصلات، ويستتبع ذلك ان الافراد اصحاب الدخول المحدوده والثابت تتنقص قدراتهم الشرائيه. ده اللي قاله الاستاذ الدكتور، بس هو مقال طويل قوي وكان لازم نناقشه فيه. لكن انا معايا دلوقتي الاستاذ محمد عقده. استاذ محمد مساء الخير يا فندم. مساء بيك يا استاذ محمد، ازي حضرتك؟ استاذ محمد، تعليق حضرتك على رفع اسعار الوقود. رفع الاسعار الوقود ده طبعا كان متوقع من فتره، واحنا مع حضرتك من اخر حلقه تقريبا من اسبوعين قلنا الكلام ده، ان هيتم الرفع بزياده تصل الى 30%. فلا يوجد شيء غير متوقع في هذا الموضوع. ولو تتذكر حضرتك والمشاهدين ان احنا وكل الخبراء المهتمين بالامر قلنا ان هو هيرفعه حتى السعر العالمي، ثم يرفع يزيد عليه ضرائب سواء قيمة مضافة أو ضرائب أرباح للدولة، وده تم فعلا بالقرار الوزاري اللي صدر أمس بهذا الموضوع. فمسألة الرفع طبعا هتؤثر بالإيجاب زي ما قال الدكتور مصطفى شاهين على ميزانية الدولة، إن هو هيخفض الدعم على المنتجات البترولية، وبالعكس ده هيحقق أرباح للدولة على المدى القريب والبعيد. وطبعا ده هيؤثر على المواطن بالسلبية بسبب ارتفاع كل شيء ليه علاقة بالمحروقات، مثل فاتورة الكهرباء، مثل المواصلات، المواد الغذائية، المواد الإنشائية وخلافه. طبعا كل حد هيتأثر بهذا الموضوع، هيقوم برفع أسعاره، فهيأثر بالسلب على المواطن، وهيؤدي إلى تراجع قدرته الشرائية ومستوى دخله. على المستوى الاقتصاد طبعا كل الصناعات اللي بتعتمد على المحروقات أو على النقل هتكون خارج المنافسة، لأن طبعا قيمة التكلفة عليها هتزيد، فهيأثر على العمالة بالنسبة لها عموما، وهيأثر طبعا على ميزانية الدولة بسبب تراجع حجم الإنتاج من هذه الشركات وعدم قدرتها على دفع الضرائب على أرباحها، وطبعا أرباحها نفسها هتكون هتنخفض في المستقبل القريب. فهذا القرار المشكلة فيه إنه طبعا لا يراعي الآثار الجانبية سواء على المواطن الفقير أو على الصناعات تعتمد على الطاقة والمحروقات عموما. لا لا، حضرتك قلت في وسط الكلام دلوقتي ان الشركات مش عارفة تدفع ضرائب. طبعا، لان هو حضرتك لو هو تكاليف الانتاج عنده زادت بنسبه، خلينا ناخد نسبه بسيطه 10%، فده هيؤدي الى تراجع حجم ارباحه. طبعا بعض الشركات مساله 10% ده نسبه كبيره جدا، فممكن هيؤدي الى تراجع حجم المبيعات. طبعا معظم الشركات بتعتمد على الاقتراض من البنوك، فقد يؤدي الى تعثر شركات كثيره جدا، فطبعا مش هيقدر يدفع ضرائبه، وبالعكس قد يؤدي الى افلاس عدد من الشركات اللي بتعتمد على المحروقات في عملها سواء من الناحيه الانتاجيه او من الناحيه النقليه. طيب، وهل ده ممكن، هم بيقولوا انها مش هترتفع تاني بعد كده، الى اي مدى الكلام ده صحيح؟ ده غير صحيح يا فندم. ليه بقى؟ أنا كررت أكثر من مرة أنه هو هيرفعها حتى السعر العالمي، ثم هيعيد مراجعة ذلك ويحملها بأرباح وضرائب للدولة. لو ننظر إلى قرار رئاسة الوزراء أمس، هو بيقول ذلك تحديدا. أنا أمامي نسخة من القرار، ويعني متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، ربط سعر البيع للمنتجات بالسوق المحلي والسوق العالمي مع تحديد سعر الصرف، كما سيتم مراعاة التكاليف الأخرى والتي ستعدل بشكل غير دوري. إيه هي التكاليف الأخرى؟ عندنا مشكلة أساسية إن ما فيش شفافية طبعا في الدولة وما فيش محاسبة، فهو بيقدر يحمل السعر بأي تكلفة يقدر عليها وبأي أرباح يقدر عليها. خلي بالك حضرتك أن تقريبا 50% من المواد البترولية هي مواد بترولية مصرية، فتكلفة إنتاجها أقل بكثير من تكلفة الإنتاج الجزء الخاص بالشريك الأجنبي والجزء الذي يأتي من بالاستيراد من الخارج. فيمكن التعامل مع المحروقات، لو نتكلم على سعر التكلفة، ممكن يكون السعر أقل من السعر الحالي، أو على الأقل أقل من السعر اللي بينوه الوصول إليه في المستقبل القريب بعد رفع طبعا الأسعار وتحملها أرباح وتحملها ضرائب فوق ذلك.
والمؤشر على ذلك بالنسبة لي ما أسميه الخبر المخابراتي اللي شفناه من 3 أيام قبل رفع الأسعار، كان خبر مشترك في كل الجرائد وكل المواقع المحسوبة على الدولة، اللي هو مقارنة الأسعار البترول بأسعار البترول في الدول الأوروبية، وأن هو أقل سعر في الدول الأوروبية يعادل ضعف السعر المصري، وبعضها يعادل 3 أو 4 أضعاف السعر المصري. لماذا الإشارة إلى ذلك دون الإشارة إلى معدل الدخل في هذه الدول، ودون الإشارة إلى معدل الخدمات في هذه الدول، ومعدل الضرائب في هذه الدول، ومعدل الرخاء الاقتصادي في الدول الأوروبية؟ هو أشار فقط للسعر، وهذه علامة واضحة أنه ينوي الذهاب بالسعر البترول المصري إلى سعر مماثل للأسعار الموجودة في الدول الأوروبية. تمام، أستاذ الخبير الاقتصادي أستاذ محمد عقدة، بشكرك جدا يا فندم. شكرا لحضرتك. طيب، على كل حال ده كان كلام الخبراء الاقتصاديين الاستاذ محمد عقده والدكتور مصطفى شاهين. خلينا نشوف ايه التوابع بقى بتاعه القرار ده. انت ممكن تكون دلوقتي مع ماتش كوره، او ابنك مع ماتش كوره، او جوزك مع ماتش الكوره، وهو مش حاسس بالكابوس اللي دخله. ايه رايك؟ ما اصل الستات مش كتير بيتابعوا الماتشات الكوره. ايه رايك تاخد استراحه كده عشان تعرفي؟ ما هو دلوقتي اغلب اللي بيشوفونا اخين ستات، العيال والشباب دلوقتي على القهاوي عند صاحبه عند بتاع، المهم الماتش دلوقتي لا صوت يعلو على، وزمان تقرير المخابرات دلوقتي بتروح للسيسي يقولوا له، يقول لهم ايه الاخبار، الشعب عامل ايه؟ الشعب زي الفل، الدنيا كلها ولا على الماتش. السيسي بقى، وانا متخيل الحوار ده، لو العيال دول طلعوا رجاله وسطروني ازاي يا ريس يفوزوا بس ويعدوا الماتش ده؟ ايوه صح، لو عدينا دور ال 16 ودخلنا في الثمانية الشعب هينسى خالص. هينسى ايه؟ هينسى انه ساندويتش الفول اللي على العربية زاد بنسبة 20%. اي والله زي بقول لك كده يا استاذ مصطفى يا صاحبي، ساندويتش الفول على العربية في الشارع زاد بقى 20%. لا استنى بس، استنى مدام سعاد تلحق تعمل كوباية شاي، والسكر زاد يا مدام سعاد. طب خلي مدام سعاد تقعد كده شويه. والله ونرجع لها عشان على راي على راي سعاد مكاوي لما غنت، والله افتكرتها دلوقتي، من يوم من اول ما شفت عيونه وانا سبت الغسيل بصابونه. مدام سعاد بعد الفاصل ده تعالي اتفرجي على توابع الكابوس اللي هتعيشيه حضرتك انت والسيد المحترم زوجك. الكلام ده هنطلع على حضرتك في الاول كسؤال اساسي عشان نقدر نختار انسب نظام وطنيه ليك يا فندم. حضرتك بتحب بلد قد ايه؟ والله انا بحب بلد جدا، عايز اخدمها على فكره. بس والله المشكله حضرتك ان اللي شكرا. عند حضرتك اعتراضات على اساس البلد الحاليه وطريقه ادارتها؟ لا لا، اعتراض ايه؟ لا والله، بس المشكله حضرتك بس ايه، ان الوضع. شكرا ليك يا فندم، تم تحديد النظام المناسب بنجاح. طيب النظام التشغيلي هيبدا دلوقتي، رجاء الانتظار. ايه اللي حصل شويه ده؟ دلوقتي علشان نقدر نحصل على مزايا النظام محتاجين نقدم تضحيات بسيطه. لا لا ثواني بس، ثواني تضحيات ايه معلش؟ ما تقلقش يا فندم، مجموعه تضحيات بسيطه بس
بتثبت مصلحه المواطن. لا لا هنبدا في مشاريع تكشف عشان ننشي الاقتصاد ويثبت مصلحه. الله كمان هنزود عدد ساعات العمل ونقلل الدخل عشان نبني بلد يا فندم، وده كله هيثبت مصلحه. زائد شويه تضحيات كمان، وده كله هتلاقيه موجود في كتيب التعليمات مع الجهاز. تضحيات ال40 اللي تثبت في مصلحه المواطنين بقى 41. هنستعرض ثانيا التفاصيل وشرح البرنامج. لا ثواني تفاصيل ايه بس ثواني معلش بس ثواني اقول لحضرتك اقول لحضرتك ثواني شباب السجون بعدها في الليمون لصرف مصلحه، انشاء المشاريع الصغيره لصرف مصلحه، مشاريع متوسطه لصرف مصلحه، مشاريع كبيره لصرف مصلحه، الخدمه العسكريه 3 سنوات للقوات المسلحه، وده طبعا هيصب في المصلحه. ابيض اقعد اضحك انت كده وانا اخد في المصلحه. طب على فكره بقى رجعيني النظام القديم. راح ما كانش فيه الاوبشن ده. لا لا ايوه لا 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 رئيسية جديدة. انت دلوقتي على نظام برحة اكسترا بلس، دلوقتي تقدر تشحن وتعرف مصلحتك 10 اضعاف شحنتك.